إذا الجهات مهتمة بمجال الجودة وخاصة الجودة التجهيز للاهتمام الدولي. طبعاً الاهتمام قيمته في جهة عملنا في مصر في أقراص مضبوطة على جميع مكاتب عمل حصر على اعتمادنا في المجموعة بتاع المؤشرات في الاعتماد البرامج. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا اليوم نعقد ورشة عمل خاصة بعرض خطة الاعتماد المؤسسي والبرامجي اللي جهزها مكتب الجودة وتقييم الأداء بالجامعة. فالغرض من الورشة هذه هي عرض هذه الخطة وتنفيذ أول مرحلة فيها اللي هي تعبئة النماذج الاعتماد المؤسسي والبرامج. هذه ورشة العمل جاءت بالتنسيق بالتعاون ما بين مركز التطوير الأكاديمي ومكتب ضمان الجودة، وهي في الحقيقة سلسلة من مجموعة من ورش العمل اللي يحتزم مكتب الجودة وتقييم الأداء بتنفيذها بتنسيق مع مركز التطوير الأكاديمي لغرض تهيئة المناخ المناسب للإيفاء بمتطلبات الاعتماد المؤسسي والبرامج. مش تكون مخرجات العمل التعليمية جيدة تتناسب مع سوق العمل و